الى تطبيق برامج الدوله في خصوص بل كاين افكار ولا كاين معلومات كثيره ما راهيش توصل فيما يلزم الحال كانها حلقه وسط بينكم وبين الفلاح. المواضيع المطروحه هي مواضيع المستجدات الحاليه الساعه اللي هي التنميه عن طريق التركيز على الزراعات الاستراتيجيه. لما يقول الزراعات الاستراتيجيه كيما الحبوب كيما الذره كيما فن الصناعات هذا الصناعات التحويليه هذه اللي نتحصلوا على الامور هذه الماده الزيتيه الماده السكريه الى اخره كل هذا تدخل ضمن استراتيجيه تاع الدوله نحو تطوير هذه المواد هذه ولا هذه الشعب هذه. هذا الملتقى في ورشات من خلال الورشات هذه نبرز دور المرشدين الفلاحيين وبالتنسيق مع الغرف الفلاحية على مستوى وطني. ما يخفاش على الجميع أنه دور المرشدين الفلاحي دور هام وهام جدا فيما يخص تنمية الفلاحة والفلاحة الاستراتيجية وتطوير الفلاحة ومرافقة الفلاح.